كن صبورا يا بني، ليس هناك ألم دائم. كيف يعرف الإنسان العافية لولا هذه الآلام؟ ولو أنه يعرف لذة الألم لما طلب الفرح أبدا، فالألم نعمة كبيرة، لذلك أعطى الله تعالى أكثر الآلام شدة لأحب أنبيائه. يا رب، يا حي يا قيوم. طرف الرمح بقي في الداخل لكنه ليس عميقا. أوقد الجمرة يا بني. بأمرك. والآن بسم الله الشافي ليكن هذا الخنجر شفاء لجرح هذا الشاب البطل. هيا ضعها بين أسنانك. هيا بسم الله. جيكلي. نعم سيدي. اذهب إلى القبيلة وأخبر السيدة أرتوك أننا أنقذنا تورغوت وياجيت وهما بخير الآن، وأخبر أمي وزوجتي أيضا. أمرك سيدي، سأذهب. الله معك. لقد خدعت نفسي طوال الوقت وقلت بأنهم نسوني وسأعيش مع قبيلتكم، وإن كان لي نصيب سأصبح محاربا في صفوفكم، ولكن كل هذا لم يحدث. لم يعد بإمكاني البقاء بينكم. يا من أبعدت النار عن إبراهيم، أبعد العذاب عن قلب هذا الشاب. بسم الله الشافي المعافي. بسم الله. هو الله. يا الله. الحمد لله. ما رأيك بها؟ إنها جميلة. خذها فهي جيدة. سيد أرتوك، هناك خبر من السيد أرطغرل. أمي. لا داعي للقلق يا ابنتي، فأنا ذاهبة لأقول بعض الكلمات لعديم الأصل ذاك. تقولين لي أن لا أقلق؟ ونويان حول مخيمنا ويلوح بذراعي ويريد الشر بنا. لا داعي للقلق، ليتجرأ ويخرج أمامنا ليلقى حتفه. سيدة هيمة، سلطانة حليمة. سيد أرتوك، جاءنا خبر من السيد أرطغرل. الحمد لله تعالى، الأمير ياجيت وتورغوت بخير، هم في أمان مع المحاربين. أحمدك وأشكرك. وأراد أن تعرفوا بذلك. الحمد لله، الحمد لله. حان وقت الحديث مع الأمير سعد الدين ابنتي، في أمان الله وحفظه. وأنت أمي. مع السلامة.
سهلجان. أرطغرل وأخي يجيد في أمان. الحمد لله حليمة، الحمد لله. سهلجان أختي، إن شاء الله سيد توتكين سيحضر جوكجة سالمة إلينا. إن شاء الله سلطانة حليمة، إن شاء الله.